السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. بموجب قرارها في 20 من آب 1994. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. أتيح دار ابنة عمه من جيب أحد الأطفال أثناء نومهما ليلا وتركهما لوحدهما في الدار وذهب إلى دار ابنة عمه وفتح الباب ودخل الدار وسرق منها جهاز التلفزيون وعبث بملابس أهل الدار وسرق مبلغ 250 دينارا هو كل ما يملكونه وأخذ المسروقات وخرج من الدار. وفي اليوم التالي عادت السيدة منال حمزة عبد علي إلى دار شقيقتها لأخذ طفليها إلى دارها وسألتهما عن المفاتيح فلم تجدها لديهما وظلت تبحث في دار شقيقتها فلم تجدها، فاضطرت للذهاب إلى دارها وفتحت بابها عنوة. وبعد دخولها الدار أمامكم والذي هو ابن خالتها أيضا وقد سبق له أن سرق دارها قبل ذلك ولم تخبر عنه الشرطة لعله يهتدي إلى الطريق المستقيم.